القلوب. تشارلي جونز مقتنع بأنه منح فرصة جديدة لحياة أفضل بعد إعطائه الدواء الجديد لعلاج سرطان الجلد. المرض انتشر في جسم تشارلي ووصل إلى كليتيه بعد عملية طارئة. قال الأطباء لصديقته أن فرص بقائه حياً قليلة. عندما بدأت بأخذ الدواء شعرت بتحسن كبير وأشعر بأنني أقوى من قبل وعاد وجهي للونه الطبيعي. يهدف الدواء فيمورا فينيب المأخوذ من طفرة جينية معينة إلى علاج سرطان الجلد بالتحديد. أكثر من 70,000 مصاب بهذا المرض في أوروبا اليوم لديهم فرصة للعلاج بهذا الدواء. معهد أبحاث السرطان في لندن هو من طور العقار. المستشار الطبي للأورام الدكتور جيمس لاركين مدير الفريق الطبي المشرف على الدواء على ثقة بأن هذا العلاج سيكون فعالاً جداً بالنسبة لمرضى السرطان. العقار يؤكد إمكانية علاج مرض سرطان الجلد ويمكن السيطرة عليه بنجاح كبير. في الماضي اعتقد الكثير من الأطباء المختصين بعلاج الأورام السرطانية أنه لا علاج لهذا المرض الفتاك، ولكن نتائج بحوثنا كانت مختلفة وأكدت أن الأمر عكس ذلك. سرطان الجلد في ازدياد، ويعتقد الأطباء أن السبب الرئيس للإصابة هو الإفراط في التعرض لأشعة الشمس، وتم ربط حروق الشمس المتكررة بسرطان الجلد وخاصة في مرحلة الطفولة وبين الناس ذوي البشرة البيضاء. وكذلك لا ننسى أيضاً مخاطر استخدام أجهزة تسمير البشرة التي تعتمد على الأشعة الخطيرة التي تكون مسبباً رئيسياً لهذا النوع من السرطان. تم الترخيص للدواء الجديد من قبل المفوضية الأوروبية مما يجعلها متوفرة في المملكة المتحدة وكل دول أوروبا، ما يجلب الكثير من الأمل لهؤلاء المرضى الذين صارعوا المرض لوقت طويل.